وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه بدءا من يوم غد الأحد ولمدة 3 أسابيع سيتم إيقاف تقديم الخدمات في الأماكن والجلسات الداخلية في المطاعم ومحال تقديم الأطعمة والمشروبات ومقاهي الشيشة، واستمرار تقديم الخدمات في الأماكن والجلسات الخارجية على ألا يتعدى الحجز الواحد 30 شخص، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وهي بحد أقصى 6 أشخاص للطاولة الواحدة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى الواجب التقيد بها. ونوهت الوزارة بأهمية التزام هذه الجهات بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة عدم التهاون في فرض العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية.